ولاقى يعني الاستحسان ديال الناس، غادي نزيد نخدم فيه يعني بزاف، غادي ندير بزاف ديال اللايفات بحال هكا من هنا للوطني. دونك بالنسبه للدواء الاصليه غادي نديرو فيهم تذكير، حيت هما لا باز ديال التكامل. لما كنتيش كتعرف دير البريميتيف ولا الداله الاصليه ما كتعرفش دير التكامل تو سامبلومون. صافي واضح. غادي نحاول انني نديزاكتيفي لي كومونتير ونبداو على بركه الله. باول حاجه هو غادي نديرو واحد التذكير في الدوال الاصليه، صافي مفهوم. الدوال الاصليه باش ملي نشرح التكامل تكون انت ما عندكش ديك الحجه وتقول لي راني ما عارفش الدوال الاصليه، يعني بلي نبدا نخدم الوطنيات يعني ما تكونش عندك حتى ديك الحجه ديال الداله الاصليه شنو هي. صافي واضح. دونك نبداو على بركه الله بالتذكير في الدوال الاصليه. مزيان. دونك دابا الداله الاصليه شنو هي؟ راه هي العكس ديال الاشتقاق. يعني كنقول شكون هي الداله اللي درت لها الاشتقاق حتى عطاتني هذاك الداله اللي عندي. صافي مفهوم. يعني كنجبد الاصل ديالها، شكون هو الاصل. صافي مفهوم. هو بحال قلتي كيعطيوك الداله المشتقه وانت كتجبد الاصل ديالها. مزيان. دابا في المثال مثلا عطاونا عدد، عدد انا ملي غادي ندير سام صافي دي غنحط لك هنايا الداله الاصليه ديالو. صافي مفهوم. ملي كيعطيوك عدد اشنا هي الداله الاصليه ديالو؟ نتوما عارفين بلا اننا لا شقينا ا اكس غتعطينا ا. دونك الداله الاصليه ديال العدد راه هو ا اكس. مثلا عطاك جوج غتقول ليه الداله الاصليه ديالو هي جوج اكس تو سامبلومون. صافي مفهوم. زائد واحد الثابته سي، غنزيدو انا ديما ديك الثابته سي نزيدوها بحيث ديك سي باش بلا ما نبقاو نكتبوها، بحيث ديك سي كتنتمي لار. صافي مفهوم. مزيان برافو راك غادي مزيان. دونك غادي نزيدو مثلا عطاك اكس، اكس عطاك اكس غير اكس وقال لك شكون هي الداله الاصليه ديال اكس، اش غادي تقول ليه؟ غتقول ليه الداله الاصليه ديال اكس راه هي اكس او كاري على جوج. صافي مفهوم. اكس او كاري على جوج زائد واحد ثابته سي. علاش؟ علاش؟ تو سامبلومون حيت لمشيتي شقيتي هذه غتهبط جوج، غتمشي مع جوج وغتبقى لك اون فان كونت غتبقى اكس. مزيان. دونك هنا الداله الاصليه ديال اكس راه هي اكس او كاري على جوج. واخا شنو هي الداله الاصليه ديال واحد على جذر اكس؟ شكون هي الداله الاصليه ديال واحد على جذر اكس؟ الداله الاصليه ديال واحد على جذر اكس راه هي جوج جذر اكس. صافي مفهوم. جوج جذر اكس. علاش غتقول لي؟ حيت الاشتقاق ديال جذر اكس هو واحد على جوج جذر اكس، غتمشي جوج مع جوج غتبقى واحد على جذر اكس. مزيان برافو. دابا مثلا عاطينك اكس اس ار، اكس اس ار يعني اكس اس واحد الحاجه، مثلا اكس اس 2 اس 3 اس 4 اس 5 اس 6 جو سي با. مهم اكس اس ار شكون هي الداله الاصليه ديالها؟ هي اكس اس ار زائد واحد على ار زائد واحد زائد واحد ثابته سي. صافي مفهوم. يعني اكس اس ار زائد واحد على ار زائد واحد زائد واحد ثابته سي. مثلا الا كانت عندي اكس اس 3 وبغيت الداله الاصليه ديالها اش غادي ندير؟ اكس اس 3 زائد 1 على 3 زائد 1 زائد 1 ثابته سي، اللي هو غيكون الخارج ديالها هو اكس اس 4 على 4 زائد 1 ثابته سي. دونك هنا غتكون بلا انك عرفتي اشنو دير في هذه الحاله. صافي مفهوم. مزيان برافو. وبارطاجي استافدوا الدراري حيت هادشي محتاجين وبزاف، وانا عارف بلي انهم محتاجين هادشي ديال بصح. دونك نزيد مثلا عندي اكس اس مثلا جوج اكس اس 4 وبغيت شنو هي الداله الاصليه ديالها؟ يلا وهادي دابا راه ساهله. دونك هي جوج غتبقى ديك جوج بعد ما من نحيد فيها. دونك اكس 4 زائد 1 هي 5 على 5 زائد 1 ثابته سي، يعني هي جوج على خمسة في اكس اس خمسة. فهمتوها؟ مزيان برافو عليك. دابا شكون هي الدالة الأصلية ديال واحد على اكس؟ شكون هي الحاجة اللي كنشقوها وكتعطيني واحد على اكس؟ ها دونك شكون هي؟ إلا مشيتي للايف ديال الآلان راه هي آلان القيمة المطلقة ديال اكس زائد واحد ثابتة سي. الآلان إلا مشيت علاش درت القيمة المطلقة؟ حتى داك الاكس ما عرفتوش أنا واش موجب ولا سالب. اذا لمشيتي درتي الشقاق ديال الان دو اكس غيعطيك واحد على اكس. صافي واضح. الشقاق ديال الان دو اكس غيعطيك. دونك الداله الاصليه ديال واحد على اكس راه هي الان دو اكس. مزيان مزيان برافو. مزيان. دونك شكون هي الداله الاصليه ديال اكسبونونسييل اكس؟ اكسبونونسييل اكس شكون هي الداله الاصليه ديالو؟ هي اكسبونونسييل اكس.
هاد اكسبونونس ديال اكس مهنيين منو حنا، الشقاق ديالو هو نفسه والداله الاصليه ديالو هي نفسها. دونك الداله الاصليه ديال اكسبونونسيال اكس هي اكسبونونسيال اكس. دونك انا درت معاك دابا هنا الدوال الاعتياديه ولا لي فونكسيون اوزيال اللي ممكن انك تشوفهم تعطي الداله الاصليه ديالهم ديريكتومون نيشان. مزيان، برافو، يلا بارطاجيو اللايف يوصل ل 200 باش نبداو في الدوال اللي عليهم الصح، اللي هما مثلا كتكون عندك اف دو اكس داله وانت كتعطي الداله الاصليه ديالها. صافي واضح، داله وانت كتعطي الداله الاصليه ديالها. يلا ودابا بارطاجيو باش يستافد الماكس ديال الدراري. شوف معايا دابا مثلا عطاك واحد الداله بحال هكا، مزيان، عطاك او بريم دو اكس على جذر او دو اكس، وقال لك شكون هي الداله الاصليه ديالها. الداله الاصليه ديالها راه هي جوج جذر او دو اكس زائد ديك الثابته سي. غتقول لي كتشبه لهادي، وي كتشبه لهادي، كتشبه لها، صافي مفهوم. مزيان، مثلا دابا عطاوك ناقص، شوف مزيان، ناقص او بريم دو اكس على او دو اكس او كاري. اش غتقول لهم انت؟ شنو هي الداله الاصليه ديال هادي؟ الداله الاصليه ديال هادي هي واحد على او دو اكس زائد واحد ثابته سي. علاش؟ حيت انت عارف الشقاق ديال واحد على او دو اكس راه هو ناقص او بريم دو اكس على او او كاري. انت راه عارفها، واحد على اف راه كتعطي ناقص اف بريم على اف او كاري. مزيان، برافو، راك غادي مزيان، الله يعطيك الصحه. نمشيو دابا نعطيك مثلا او بريم دو اكس فوا او دو اكس اوس ار. دابا شكون هي الداله الاصليه ديال هادي؟ او بريم، هادي الداله الاصليه ديالها هي او اوس ار زائد واحد على ار زائد واحد زائد واحد ثابته سي. مزيان، دابا او بريم دو اكس في او اكس اوس ار كندير هي او اوس ار على ار زائد واحد زائد واحد ثابته سي. يعني ملي يكون عندك في حال هاد الحاله هذه هي الداله الاصليه ديال. مزيان، دابا الا كانت عندك او بريم دو اكس فوا اكسبونونسييل او دو اكس، وانت كتعرف الداله الاصليه ديال هذه شناهي؟ هي اكسبونونسييل او دو اكس زائد واحد ثابته سي. حيت الا مشيتي درتي الاشتقاق لهذا غيعطيك هو هذا، وانتم راه عارفين قلت لكم في الدرس ديال المراجعه ديال الداله الاسيه، راه قلت لكم بلي ان الاشتقاق ديال اكسبونونسييل اي هو اي بريم اكسبونونسييل ديال اي. دابا عندك اي بريم دو اكس على اي دو اكس، ها هو وشنو هي هذه اللي كنديروا لها الاشتقاق اي بريم دو اكس على اي دو اكس؟ ولا نسيتي هذا الشيء؟ ما يمكنش. الان القيمه المطلقه ديال اي دو اكس هي اللي كنديروا لها الاشتقاق ديالها، وكيعطينا اي بريم دو اكس على اي دو اكس. كاينه ولا ما كايناش؟ مزيان، برافو. دونك هنا راه الاشتقاق ديال الان ديال او دو اكس زائد سي راه هو او بريم دو اكس على او دو اكس. صافي واضح. دونك هادو عقل عليهم مزيان، انا رتبت لك الافكار ديالك هنا. هادو هما الدوال الاصليه ولا لي فونكسيون بريميتيف اون فرونسي. صافي مزيان، برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك. دونك هنا عندي اف وجبت اف كبيره، اللي هي اف كبيره راه كنرمز للبريميتيف ولا الداله الاصليه باف كبيره. صافي واضح الدراري، مفهومه الدوال الاصليه؟ مفهومين ياك ولا لا؟ مخيرين. دونك هاد الدوال الاصليه هادو سكرينيهم، خليهم عندك ورتبهم في العقل ديالك. شوف في العقل ديالي نرتبهم. مزيان، الله يعطيكم الصحه، راكم غاديين مزيان، اللايف تبارك الله في 200، اللهم بارك. يلا بارطاجيو الماكس باش نكملوا لي زانتيغرال. يلا دونك نمشيو نديرو دابا لي زانتيغرال ونشوفوا لي زانتيغرال. لي زانتيغرال ساهلين، وغنديروا حتى لانتيغراسيون بار بارتي، كاع لانتيغراسيون بار بارتي اللي خالعه قوم غنديروها حتى هي هنايا. يلا فوالا. دونك شوف معايا دابا ملي كيبغي يقول لك حسب لي لانتيغرال، يعني كيعطيك لانتيغرال او بورن، يعني كيعطيك لانتيغرال بحال هكا مثلا لانتيغرال من ا لبي ديال اف دو اكس دي دو اكس. انت شنو خصك دير؟ تو سامبلومون، تو سامبلومون كدير تساوي، ما يصعب عليك حتى شي واحد، حتى شي واحد ما يصعب عليك الماموريه. اسمع، اول حاجه خصني نلقى شكون هو البريميتيف ولا الداله الاصليه ديال هذا. شكون هو الداله الاصليه ديال اف دو اكس؟ هي اف كبيره دو اكس، كاينه ولا ما كايناش؟
هي اف كبيره دو اكس كتلقاها ملي غتقول لي منين غتقول لي منين غنلقى الداله الاصليه. وحشومه انا درت معاك هاد القواعد هادو ما تلقاش الداله الاصليه. هاد القواعد هما باش كتلقى ديك الداله الاصليه مزيان من ا حتى لبي صافي مزيان. اش كندير؟ كنعوض هذيك الفوقانيه هي الاولانيه كنعوضها في ديك الداله كنعوضها في الداله الاصليه كتولي اف دو بي. متفق معايا ولا لا؟ لا عوضت هذه فيها بي راه غتولي اف كبيره دو بي ناقص. شوف القاعده اش كتقول ناقص هاد التحتاني حتى هو كنعوضو اف دو ا. ودابا هذا ماشي انتغرال تخرجوا راسك. واش هذا يعطيو عليك ليه نقطه ولا 0.75 وما تخرجوش راسك؟ ها القاعده الاولانيه صافي مفهوم. يعني عندي داله هاي اف دو اكس. اشنو درت انا؟ تو سامبلومون مشيت جبت لي هاد الداله الاصليه ديالها حطيتها عوضت الاولاني ناقص عوض الثاني. تو سامبلومون ما كاين حتى شي. نعطيك مثال مسربي. داك المثال المسربي يلا شوف مثال. مثلا انا جاو عندي وقالوا لي فحال هكا لانتيغرال صافي مفهوم من واحد حتى لجوج طبيعة الحال من واحد حتى لجوج ديال واحد على اكس دي دو اكس بحال هكا عطاوه ليا وانا قالوا لي خرجوا في الامتحان الوطني. انا اش قال لي الاستاذ الكريم؟ قال لي بلا ان الداله الاصليه ديال واحد على اكس هي الان القيمه المطلقه ديال اكس. غنمشي نكتبها غندير تساوي بحال هكا المعقوفات الالان ديال القيمه المطلقه ديال اكس مناش من واحد حتى لجوج كاينه ولا ما كايناش؟ اش غادي ندير؟ غنعوض الاولاني ناقص غنعوض الثاني تساوي الالان ديال جوج ناقص الالان ديال واحد. علاش؟ حيت مني كتعوض هذاك العدد تمايا يعني القيمه المطلقه ديال جوج راه هي جوج والقيمه المطلقه ديال واحد راه هي واحد. دونك الالان ديال جوج والالان ديال واحد اش كيعطي هذا؟ كيعطي زيرو. الان ديال واحد كيعطي زيرو وهو خرجت لك بلا ان الانتيغرال هذا شحال كيساوي الالان ديال جوج. راه ما يمكنش يعطيوك شي حاجه سهله وما تخرجهاش. راه من 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 سابع المستحيلات يعطيوك انتيغرال عادي ما فيه لا مكامله باجزاء لا والو في شي تمرين ويقول لك خرجوا وما تخرجوش. راه نقطه هذيك راه تامين راه مضروبه في سبعه. يلا نزيدكم واحد اخر كيبان لي التفاعل تبارك الله كلشي كيبارطاجي دونك غنزيدكم واحد اخر. شوف هنا الانتيغرال مناش من صفر لواحد صافي ديال اكس اس 2 زائد 3 اكس صافي مفهوم زائد 1 دي دو اكس عطاوك بحال هكا وقال لك خرجها ليا. تقول لي اين قاعده انا غادي نستخدمها؟ اجي نوريك القاعده اللي غادي تستخدم. اش خاصني نجبد؟ خاصني نجبد اول حاجه الداله الاصليه. يلا واجي شوف معايا الداله الاصليه. الداله الاصليه ديال اكس او كاري شنو هي؟ اكس او كاري هي هادي اكس اس ار اي درنا في حاله شي ولا لا؟ اكس اس ار يعني ار زائد واحد على ار زائد واحد. دونك اش غادي دير؟ اش غادي دير؟ غادي دير اكس هادي شنو هي؟ اس 3 على 3 زائد هادي شنو هي؟ 3 اكس او كاري على 2. شنو هو الداله الاصليه ديال واحد؟ هو اكس مناش من صفر لواحد. ونمشي نعوض التعويض ديالي ساهل. غنعوض بواحد اشنو غادي تعطيني؟ غندير قوس ناقص ونعوض بالاخر. دونك لا عوضت بواحد اش غتعطيني؟ غتعطيني واحد اس 3 على 3. واحد اس 3 على 3 راه هي واحد على 3 زائد هنا لا عوضت بواحد واحد اوكاري هو واحد دونك غتبقى لي 3 على 2 صحيحه. وهنا لعوضت بواحد غدير زائد واحد ناقص لعوض داكشي بزيرو اش غيعطيني هنا؟ هنا راه غيعطيني زيرو زائد زيرو زائد زيرو يعني بحال قلتي هادشي كامل عوضتي اكس بزيرو كلشي مشى زيرو. اش غيبقى لك انت؟ غيبقى لك هنا غير توحد المقام وتعمل. ها انت سهل انا غادي انا غادي دغيا نديرها جوج هنا يا سيدي الا ضربتي في 3 تعطيك 9 10 11 ياك 11 زائد 6 على 6 هي اسيدي 17 على 6
حسبها انت راسك راه غتخرج لك هي 17 على 90 هادي ديرها في كالكولاتريس وراه غادي تخرج لك صافي مفهوم مزيان برافو انت حسبتيها يعني ما كاين حتى شي مشكل في الانتيغرال صافي واش واضح ولا لا ما كاينش مشكل في الانتيغرال تقول لي كاين مشكل في الانتيغرال ها الانتيغرال راه غير غتجبد الداله الاصليه تحطها وسط دوك المعقوفات وعوض فيها شكون صعبها لك الله اعلم هذاك اللي صعبها لك واخا تنعطيو العصا من بعد دونك نمشيو على بركه الله ونديرو حوايج اخرين دابا اسمع مزيان دابا انا عندي اسمع انا عندي قال لي بالمكامله باجزاء يعني قال لك بالمكامله باجزاء خاصكم تعرفوا دابا راه عندك غير الانتغرال عادي ولا غيعطيك المكامله باجزاء هذوما اللي كاينين في الوطني ديك حساب المساحات وحساب الحجوم ما كايناش دونك لعطاك المكامله باجزاء اسمع مزيان خاصك تذكر واحد القضيه مهمه اللي هي شنو هي اللي هي البيز شنو هي البيز شنو هي تقول لي البيز هادي هي ارك ارك سينوس ارك كوسينوس المهم نتوما ما عندكمش ارك مثلا كوسينوس هادي الناس اللي ديال السيونس ماط راه عندهم هادشي يعني ارك سينوس ارك كوسينوس ارك طونجونت المهم هادو كاملين هنا سيدي الالان هنا عندك هنا بولينوم حدوديه انا نكتبها لك حدوديه هنا سيدي اكسبو صافي واضح حنا ما نديروها الان هنا بلا ما نديرو الان دو اكس الان صافي واضح اكسبو وهنا سيدي الا كان عندك سينوس ولا كوسينوس صافي واضح مزيان وانتبه معايا هنا مزيان دابا انا تقول لي البيز فاش غتنفعني هاد البيز سيدي خليها هنا وانا غنشرح لك فاش غادي تنفعك صافي مزيان انا غادي نشرح لك هادي فاش غادي تنفعك دونك ملي كيكون عندي انا الانتيغرال بحال هكا من أ حتى البي صافي واضح عندي الانتغرال من ناش من أ حتى البي صافي واضح اش عندي انايا يعني في داك الانتغرال اش عندي يعني او في في صافي بريم مثلا انت عندك واحد القاعده اش كتقول لك كتقول لك او فوا في بريم اش كتعطي هادي شنو كتعطي هادي هادي راه كتعطي او بريم اسمع مزيان او بريم في في زائد او في في بريم يعني هذه راه كل شيء عارفه في الاشتقاق هذه اي واحد عارف بان الاشتقاق ديال هذه هو هذه واخا مزيان برافو دابا انت مثلا هذه غادي تجيبها للجهه الاخرى هذه اللي عندك هنايا غادي تجيبها لهاد الجهه مزيان هاي او فوا في بريم هذه غتجيبها للجهه الاخرى ناقص او فوا في بريم كتساوي او بريم في في صافي مزيان هكذاك وعقل عليها هذه غير جبنا هذه للجهه الاخرى ولا تناقص دابا انت عندك هذه هنا عندك او بريم في في اسمع مزيان عندك او بريم بحال هكا او بريم فوا في دي دو اكس نعطيك مثلا عندك هذه انت بغيتي دير لها الانتغرال واش الانتغرال ديال هذه واش هو هذه ولا لا ياك هو هذه مزيان دونك هو الانتغرال تقول الانتغرال من ا لبي ما نكتبوش بهذا الانتغرال من ا لبي ديالاش ديال او بريم في في دي دو اكس شنو هو راه هو الانتغرال من ا لبي ديال هذه كامله ديالاش ديال او في في بريم ناقص ماذا او فوا في بريم دي دو اكس وندير القوس ديالي بطبيعه الحال حيت عندي تما مجموع دونك هنا ملي غادي ندير انا تساوي شنو هو البريميتيف ديال هادي دابا انت عندك شي حاجه بحال هكا عندك شي حاجه اف بريم وقلت لك شكون هو البريميتيف ديالها غتقول لي هو اف الداله الاصليه ديالها هي اف دونك الداله الاصليه ديال هادي هو شنو هو او فوا في من ال بي صافي مفهوم مزيان وغتخلي ناقص الانتغرال من ال بي ديال او في في بريم دي دو اكس فهمتيني ولا لا يعني هادي الداله الاصليه ديال هادي هي المكامله باجزاء دابا انت كتقول لي شكون هو اللي غادي ندير ليه الديريفي شكون هو اللي غادي ندير ليه الداله الاصليه ها انت اللي غدير ليه الديريفي هو اللي سابق فهم واللي غادي دير ليه الداله الاصليه هو اللي متاخر بحال دابا مثلا كان عندي الالان وحدوديه شكون اللي غندير ليه الداله الاصليه شكون اللي غندير ليه الاشتقاق الالان غدير ليه الاشتقاق والداله الحدوديه غندير ليها الداله الاصليه مزيان حيت كتحطهم بحال هكا كتحط او دو اكس
وهنا كتحط او بريم دو اكس وهنا كتحط في بريم دو اكس وهنا كتجبد الداله الاصليه اللي هي في دو اكس. دابا انت كيبقى عندك المشكل شكون هو اللي غتحط هنا شكون هو اللي غتحط هنا. الا كانت عندك اسيدي الالان مع بولينوم كتحط الالان هنا وكتحط البولينوم هنا الحدوديه هنا. الا كانت عندك الاكسبونونسييل وبولينوم بولينوم كتحطها هي الاولى والاكسبونونسييل هي الثانيه. بحال قلتي اللي سابق فيهم هو اللي كتحطو الاولاني واللي متاخر فيهم هو اللي كتحطو الاخراني صافي مفهوم. وهذا الشيء غادي دير باش بامثله يعني من غادي دير امثله يعني ندير لك دابا في الوطنيه امثله غادي ترسخ هذا الشيء في بالك مزيان صافي واضح. دونك شوف معايا دابا كيفاش غنخرجوا وطنيات يعني باش تعرف هاد البيز كيفاش كنطبقوها وهاد المكامله باجزاء كيفاش كنطبقوها. وعقل على هاد القاعده ضروريه ومهمه. انت في المكامله باجزاء هي غنكتبها لك هنا هي لانتيغرال من البي ديال اش ديال او ديال اش ديال او بريم دو اكس يعني مثلا ولا في بريم دو اكس نسبقها هي الاولى يلا في بريم دو اكس فوا او ديال دي دو اكس اش كيساوي كيساوي هو في فوا او من ال بي ناقص لانتيغرال ديال في فوا او دي دو اكس صافي واضح. او بريم دي دو اكس من ا ل بي يعني شنو هي يعني الا كانت عندي انا في بريم دو اكس في او كندير الداله الاصليه ديال في هاي كندير هادي في هادي ناقص لانتيغرال ديال هادي في هادي هادي في هادي كنديرها وسط المعقوفات ناقص لانتيغرال ديال هادي في هادي كنديرها هنا. دونك انا غنوريكم هادشي في امثله باش تزيدوا انكم تعقلوا على هادشي مزيان. المهم عقل لي على هاد القاعده مزيان. هاي شكون هو اللي كنسبقوه الاولاني قلنا عن طريق البيز. برافو يلا نبداو في الوطنيات تصحيح الوطنيات. انتبه باش تفهم وبارطاجي مع صحابك باش هاد الوطنيات هادو اللي غادي نخرجوا دابا تكون تهنيتي منهم على الاقل واخا تكون ما خادمهمش غادي تزعم انك تخدمهم دابا. يلا يلا نبداو بوطنيات هما اللي غادي يحلوا لنا المشكل ديالنا فاش في هذا الشيء ديال لي زانتيغرال. يلا وبارطاجيو الدراري كيف ما خدمنا هذا الشيء الحمد لله مزيان راه غادي تبارك الله مزيان. يلا دونك دابا اول حاجه اش قالوا لي اول حاجه يعني في الوطني 2018 الدوره العاديه هو وطني 2018 الدوره العاديه صافي مفهوم. يلا دونك وطني 2018 الدوره العاديه شنو عطاوني في التمرين ديالي اش عطاوني السؤال الاول عطانا سيدي في السؤال الاولاني في لي زانتيغرال يعني هنا قال لك بين ان ماذا ان هاد اش اللي هي عطيها لك بحال هكا اكس او كاري زائد جوج اكس زائد جوج فليكس بو ديال ناقص اكس ياك قال لك هي الداله الاصليه هي الداله الاصليه يعني هي لا فونكسيون بريميتيف ديال من ديال اش صغيره اللي هي شنو هي اش صغيره اللي هي سيدي ناقص اكس او كاري اكسبونونسييل ديال ناقص اكس. قال لك دابا بين بلي ان هذه سيدي هي الداله الاصليه ديال هذه يلا هو دابا شوف انت عاطينك الداله الاصليه انا اللي بغيت نبين هذه هي الداله الاصليه ديال هذه شنو غادي ندير نشد هذه ندير ليها الاشتقاق ونلقاها هي هذه تو سامبلومون خرجت ليا هي هذه اذا هذه راه هي الداله الاصليه ديال هذه صافي مفهوم. دونك عندي اش دو اكس سيدي هي هذه هاي اش دو اكس هي اكس او كاري زائد جوج اكس زائد جوج في الاكسبونونسييل ديال ناقص اكس غنمشي ندير ليها الاشتقاق بريم يعني البريم ديالها. اش عندي انا هنا راه عندي داله في داله يعني الا بغيت ندير الاشتقاق غادي ندير او بريم في في مزيان راكم عارفين القاعده يعني اكس او كاري زائد جوج اكس زائد جوج بريم في اكسبونونسييل ديال ناقص اكس زائد اكس او كاري زائد جوج اكس زائد جوج فاش في الاكسبونونسييل ديال ناقص اكس مالو بريم تساوي شنو هو الاشتقاق ديال هذا ديال اكس او كاري هو جوج اكس شنو هو الاشتقاق سيدي ديال جوج اكس هو جوج وصافي الاشتقاق ديال جوج هو زيرو دونك كتبقى لي في الاكسبونونسييل ديال ناقص اكس زائد اكس او كاري زائد جوج اكس زائد جوج وشنو هو الاشتقاق ديال اكسبونونسييل ديال ناقص اكس راه هو ناقص الاكسبونونسييل ديال ناقص اكس صافي واضح مزيان
دونك اش غادي يطرا هاد الموان غادي يخرج يتضرب هنا داك الموان هاد الموان اللي كاين هنا غيخرج يتضرب هنا اش غتولي ليا تولي ليا 2 اكس زائد 2 في الاكسبونونسيال ديال ناقص اكس ناقص اكس او كاري زائد 2 اكس زائد 2 في الاكسبونونسيال ديال ناقص اكس مزيان اش غادي ندير انا دابا غنعمل بالاكسبونونسيال ديال ناقص اكس غنعمل به واخا نحل القوس عملت باش قلنا بالاكسبونونسيال ديال ناقص اكس واخا اش غيبقى ليا وسط القوس غتبقى 2 اكس زائد 2 ناقص عامل ل اكس او كاري زائد 2 اكس زائد 2 انا كاع ما كنزرب عليك غادي معاك بشويه بشويه مزيان دونك هنا 2 اكس زائد 2 ناقص غنشر ناقص في هذا تعطينا ناقص اكس او كاري ناقص في هذا ناقص 2 اكس ناقص في 2 هي ناقص 2 وهنا الاكسبونونسيال ديال ناقص اكس عادي نشرت الناقص راه كيغير ليا الاشارات ديال داكشي مزيان دابا 2 اكس غتمشي مع هاد ناقص 2 اكس وهاد 2 غتمشي مع هاد ناقص 2 اش غتبقى لك غتبقى لك ناقص اكس او كاري الاكسبونونسيال ديال ناقص اكس وهادي اخوتي شنو هي راه هي h دو اكس صغير دونك هادي راه الداله الاصليه ديال هادي وما تقدرش دير الاشتقاق وتبين هي الداله الاصليه ما يمكنش ما ديرش الاشتقاق انا بعدا ما يمكنش دونك جوك في السؤال اللي من موراه وانتبه داكشي اللي كنت كنقول لك قبيله كنقول لك بلا ان نقطه راه غيعطيها لك فابور شوف النقطه اللي غيعطيك فابور وخصك تكتبها جوك في السؤال اللي من موراه ويقول لك حسب لي الانتغرال من 0 ل 1 ديال اش ديال اكس او كاري الاكسبونونسيال ديال ناقص اكس دي دو اكس اللي قال لك سير حسب لي هذا مزيان قال لك سير حسب هذا انت شكون هي اللي عندك الداله الاصليه عندك بحال هذه غير هي فيها الناقص دونك انا اش غادي ندير غادي نتسلف واحد الناقص هنا انتغرام 0 ل 1 غنتسلف واحد الناقص هنا ونخدم فهمتيني ولا لا يعني استلفت ناقص هاي كاينه ناقص برا وكاينه ناقص هنا راه من حقك انك تخرج هذا الناقص برا صافي دونك انا تسلفت هذيك الناقص ديالي مزيان دونك ندي ناقص هنا تساوي وندير الداله الاصليه ديالي بكل سهوله صافي مفهوم نخلي داك الناقص اش غادي ندير ندير المعقوفات وشنو غندير غنعوض ديك غنحط هذه الداله الاصليه ديالها شكون الداله الاصليه ديال راه هي اكس او كاري زائد 2 اكس زائد 2 فاش في الاكسبونونسيال ديال ناقص اكس مناش قلنا من 0 حتى ل 1 فوالا مزيان برافو دابا اش غادي ندير ناقص ونعوض ياك ولا لا نخلي دوك معقوفات ونعوض الواحد هو الاولاني واحد سيدي او كاري زائد 2 في 1 زائد 2 في الاكسبونونسيال ديال ناقص 1 كنكتب لك داكشي باش ما نزربش عليك حتى هذيك الزربه 0 زائد 2 في 0 زيد زائد 2 في الاكسبونونسيال ديال 0 سمحوا لي انا راه هذاك ولكن ماشي مشكل راكم كتسمعوني شنو كنقول دونك انا سيدي 1 زائد 2 هي 3 زائد هذا هي 5 دونك اش غتعطيني هنا 5 وهاد الاكسبونونسيال ديال ناقص 1 راه هو 1 على او دونك 1 على او راه هي 5 على او زيد هنا 0 0 بقات لي 2 الاكسبونونسيال ديال 0 هو 1 1 في 2 راه هي 2 2 مع هاد الناقص هي ناقص 2 مزيان دونك هاد الناقص غيدخل اش غتولي غتولي 2 ناقص 5 على او علاش هادي ضربت في الناقص ها هي وهاد الناقص في الناقص زائد ها هو ونوحد المقام غتولي لي 2 في او ناقص 5 على او وداكشي اللي طالبين مني هما تما يخرج لي داكشي اللي طالبين مني انه يخرج تخرج لي 2 او ناقص 5 على او السلام عليكم كسبتي نقطه ديالك في الشقاق وكسبتي نقطه ديالك في الانتغرال واش ما تقدرش تعوض ودير كالكولاتريس ما يمكنش يلا ماشي مشكل يلا دونك دابا جاو عندي في السؤال باء ويقول لك بالمكامله باجزاء قال لك بالمكامله بماذا باجزاء دونك ديروا ديك المكامله باجزاء يلا سؤال باء والسؤال الاخراني جاو في السؤال باء ويقول لك باستعمال المكامله باجزاء احسب لي هذا الانتغرال اللي هو من 0 ل 1 ديال اكس اكسبونونسيال ديال ناقص اكس ها انت خطوه بخطوه سمعني خطوه بخطوه شنو غادي دير اول حاجه كديرها هي هذه هي جوج لامات هذه كدير فيها اي دو اكس هذه كدير فيها اي بريم دو اكس هذه كدير فيها في بريم دو اكس
وهذه كدير فيها في دو اكس صافي واضح تساوي 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 وكتقول شكون هي اللي غنحطها هنا وشكون هي اللي غنحطها هنا واخ غادي نمشيو لهذيك البيز اللي مصدعه علينا راسنا وكتعاوننا بزاف الصراحه ياك نمشي انا فحال هكا فهاد لو سونس مزيان دونك شكون هي هنا عندي عندي بولينوم حدوديه ها هي صنفتها وعندي اكسبونونسييل شكون هي اللي سابقه البولينوم دونك اش غادي ندير هاد اكس غندير ليها الاشتقاق والاكسبو ديال ناقص اكس غندير ليه ماذا الداله الاصليه مزيان برافو كونغراتوليشن مزيان برافو اش كنقول لكم انا غير ركز غتفهم هادي بغيت ندير لها الاشتقاق شنو هو الاشتقاق ديال اكس هو واحد وشنو هي الداله الاصليه ديال اكسبو ديال ناقص اكس راه هي ناقص الاكسبو ديال ناقص اكس صافي واضح الداله الاصليه ديال هادي راه هي هادي مزيان مفهومه يلا دونك هنا اش غادي نمشي ندير عادي دابا شنو هو دابا الانتيغرال غادي يساوي ليا هاد الانتيغرال شنو غادي يساوي قلنا كدير معقوفات كدير دوك لي بوغ من 0 لواحد ناقص الانتيغرال من 0 لواحد مزيان اش كدير كدير اسيدي بلاتي باش ناخذ واحد اللون مغاير كدير هذا في هذا وسط المعقول يعني هذا في هذا كدير وسط المعقوفات صافي هذاك غير غتعوض فيه هذا في هذا اش غيعطيك ناقص اكس ليكسبو ديال ناقص اكس مناش من 0 لواحد برافو ناقص الانتيغرال من 0 لواحد ديال هذا في هذا اللي هو ناقص ليكسبو ديال ناقص اكس دي دو اكس ايوا اش بغيتي ايوا اش بغيتي سعداتك انت فهمتيها صافي مفهوم برافو عليك راك غادي مزيان غير بقى مركز دونك هنا اش غادي دير تساوي هذا خليه هنا اكسبو ديال ناقص اكس من 0 ل 1 وهذا الناقص غتخرج حيت قلت لك الا كان عدد مضروب هنا كيخرج كيخرج هنا برا دونك الناقص مع هذه غتولي زائد لانتيغرال من 0 ل 1 ديال اش ديال او ديال ناقص اكس دي دو اكس صافي دونك دابا غتجبد غير الداله الاصليه ديال اكسبو ديال ناقص اكس هي ديرها وسط المعقوفات وراك انت ديجا عارف الداله الاصليه ديال اكسبو ديال ناقص اكس ها هي محطوطه عندك هنا صافي وغتعوض فيهم وغيخرج لك الخارج وخرجتي السؤال ديالك نعود كدير هاد اللامات كتحدد شكون اللي غتحط الاولاني وشكون اللي غتحط الثاني لامات بحال هكا بحال هكا تحطهم بالترتيب او 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 بريم دو اكس في بريم دو اكس في دو اكس عندك تقلبهم كتحط هنا يا سيدي ما عندي بولينوم هي اللي سابقه كنحط بولينوم هي الاولى عاد كنحط هذه دونك بولينوم غندير لها الاشتقاق وهذه غندير لها الداله الاصليه مزيان هذا في هذا كنحطهم هنا وهذا في هذا كنحطهم في الانتيغرال هاد الناقص سيدي خرجات ها هي ضربات هنا دونك دابا بقى لك غير التعوض وانت خرج لك الانتيغرال بالمكامله باجزاء دونك نكملوا في الورقه الاخر مزيان الله يلا تبارك الله عليكم راكم غادي مزيان الله يعطيكم الصحة دونك هنا كتساوي ندير المعقوفات اش عندي تما عندي سيدي ناقص اكس ليكسبو ديال ناقص اكس من 0 لواحد وعندي ناقص لانتيغرال زائد بطبيعة الحال لانتيغرال من 0 لواحد ديال اكسبو ديال ناقص اكس دي دو اكس دونك قلنا ناقص اكس ليكسبو ديال ناقص اكس من 0 لواحد وشنا هي الدالة الأصلية ديال إكسبو ديال هاد ناقص إكس راه هي ناقص الإكسبو ديال ناقص إكس من زيرو لواحد مزيان برافو دابا عوض في كل وحدة عوض فيها بوحديتها بدون أي معاناة نعوض واحد غتعطيني ناقص الإكسبونونسيال ديال ناقص واحد نعوض زيرو غادي تعطيني زيرو صافي واضح زائد نعوض واحد غادي تعطيني ناقص الإكسبو ديال ناقص واحد نعوض زيرو غادي تعطيني ناقص مع الناقص غتولي زائد والاكسبو ديال زيرو راه هو واحد صافي مفهوم مزيان دونك هنا اش غادي تعطي هادي هادي راه بحال قلتي ناقص واحد على اه زائد شنو هي هادي هادي راه هي ناقص واحد على اه زائد واحد واحد داكشي المقام كامل واحد ليه المقام راه غادي يعطيك المسائل ديالك يعني هنا شنو هنا راه هذا وهذا غيعطيو ناقص جوج على اه زائد واحد وتوحد المقام راه غتولي لك اه ناقص جوج على اه
صافي مفهوم. وهذا هو الخارج ديجا اللي باغين هما هي في الوطني 2018 الدوره العاديه صافي مفهوم. غير واحد المقام هدف هذا راه غتعطيك هي ناقص 2 زائد او اللي هي او ناقص 2 بحال بحال. دونك الانتغرال هو خرج لك وهالوطني 2018 الدوره العاديه الحمد لله مشى مزيان. فوالا دونك نديرو دابا الوطني 2018 الدوره الاستدراكيه. يلا 2018 الدوره الاستدراكيه وانت